من القاهرة محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية، حالة الترقب واضحة لقرارات الفيدرالي الأمريكي وفق يعني التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، كيف تصف أداء العملات الرئيسية في هذا الوقت؟ صباح الخير وأهلا بك أستاذ المشاهدين. بالفعل الأسواق تترقب عن كثب قرار الفدرالي مساء اليوم، والذي سيبني عليه المتداولون قراراتهم خلال الفترات القادمة. تتجه أغلب التوقعات إلى أن يقوم البنك المركزي أو البنك الاحتياطي الفدرالي خلال اليوم أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة، ولكن تنتظر الأسواق أن يضع جدول زمني لعدد مرات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022. نحن أمام السيناريوهين. الأغلب أن يقوم الفيدرالي بالتأكيد على لهجته التشددية أو مساره نحو تشديد السياسة النقدية، وبالتالي سيحدد عدد مرات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، وهذا الأمر الذي سيدعم الدولار الأمريكي ويضغط كثيرا على الذهب والأسهم الأمريكية. أما السيناريو الذي قد لا يتم التطرق إليه هو أن يقوم بالتخلي عن اللهجة الجادة بنحو تجديد السياسة النقدية، وهذا أمر مستبعد خلال التداولات أو خلال قرار اليوم. فلذلك قد تتجه الأسواق إلى الانتظار أو الترقب إلى قرارات الفدرالي لمعرفة ما هو قادم خلال الفترة القادمة من الفدرالي الأمريكي. نعم. وسيتؤثر بذلك على الدولار الأمريكي بشكل قوي إذا ما استمر في لهجته التشددية. نعم. ماذا عن باقي العملات؟ إذا تحدثنا عن اليورو وأيضا الجنيه الاسترليني، الأسترالي، الين الياباني، كيف يعني حالة الترقب لدى هذه العملات؟ نتحدث عن عملات رئيسية وعملات غير مباشرة، يعني كيف تتأثر في ظل الترقب الذي يحدث بسبب القرارات من الفيدرالي الأمريكي؟ بجانب تقرقب الأسواق لقرار الفدرالي، تشوب الأسواق حاليا حالة من التوتر والقلق بسبب التوترات الجيوسياسية الحاصلة في شرق أوروبا والشرق الأوسط. لذلك تخلت الأسواق عن الأصول ذات المخاطرة العالية مثل اليورو أو الدولار الأسترالي أو العديد من الأصول ذات المخاطرة أو الأسهم، واتجهت إلى المنازلات الأمنة. على سبيل المثال اتجهت إلى الذهب. اليورو على سبيل المثال ستكون وتيرة تجديد السياسة النقدية أبطأ من البنك الاحتياطي الفدرالي، وهو ما أشارت إليه كريستين لاجارد مرارا أنهم لن يكونوا متعجلين في قرار تجديد السياسة النقدية، وربما يكون مع بداية عام 2023. لا. الجنيه الاسترليني إلى حد ما يتماسك أمام الدولار الأمريكي بسبب أن البنك الإنجلترا قام برفع أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته في عام 2021، ومع البيانات الاقتصادية القوية في بريطانيا قد يساهم في تماسك الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن قرارات الفدرال اليوم ستضغط على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. العديد من العملات الرئيسية سيتم الضغط عليها مع قرار الفدرالي ومع توضيح الفدرالي المسار الذي سيسير عليه خلال عام 2022، سيدعم بشكل مباشر الدولار الأمريكي ويضغط على العملات الرئيسية أو العملات مقابل الدولار الأمريكي. نعم. إذن يعني هل سنشهد تحرك أيضا واضح لأسعار الذهب العالمية في ظل والتوقعات تشير إلى قرار بالتثبيت خلال الفترة الحالية حتى شهر أذار المقبل؟ يعني هل نتوقع أيضا لأسعار الذهب تحديدا المزيد من التذبذبات ضمن هذه المستويات؟ الذهب هو عدو ارتفاع أسعار الفائدة. إذا ما تم رفع أسعار الفائدة سيضغط على الذهب. والفدرالي الأمريكي منذ نوفمبر الماضي قرر تقليص برنامج شراء المشتريات الأصول ب 15 مليار، وفي يناير بدأ بتقليصها ب 30 مليار دولار، وسينهي برنامجه في مارس القادم. وبالتالي التوقعات توجهت إلى أن الفدرالي سيرفع الفائدة في مارس القادم، ولكن مع تثبيت الفائدة خلال قرارات اليوم قد نشهد ومع لهجة الفدرالي ستحدد مسار الذهب. إذا ما تمسك الفدرالي بلهجته وفي طريقه إلى مكافحة التضخم المرتفع والذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عام سيضغط على الذهب، ولكن بعد تراجعات قد تشهدها تداولات الذهب ممكن أن نشهد استمرار ارتفاع أسعار الذهب، ومثل ما حدث سابقا عندما قام الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة واستمرت أسعار الذهب في الارتفاع. ولكن في الوقت الحالي يواجه الاقتصاد حاليا أزمة التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. ومع رفع أسعار الفائدة هل سيواصل التضخم ارتفاعه أم سيبدأ في
سيبدأ في التباطؤ أو عملية سلو داون من أعلى مستوياته التي سجلها مؤخرا. نعم لذلك ممكن نشهد عمليات تفضل محمد. لذلك ممكن بعد ما نشهد بعد العمليات الهبوط لأسعار الذهب من الممكن أن يشهد الذهب مرة أخرى عودة للصعود خلال ما حتى يقوم الفدرالي برفع أسعار الذهب بشكل فعلي. نعم محلل الأسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.